السياسي والثورجي والميداني المشهور. بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا وألف مبروك لبوابة أخبار اليوم على يعني الابتكار الجديد، أعلم صحافة الفيديو. دكتور، نحب ان نسال حضرتك او ناخد راي حضرتك في اهم القضايا اللي مطروحه على الساحه دلوقتي. حضرتك شايف مثلا بالنسبه للجنه الخمسين اللي تخص الدستور، حضرتك شايف هل هي ناقصه حاجه، هل هي مكونه؟ يعني حضرتك نحب نعرف تعليقك عليها. يعني انا اعتقد ان تشكيل اي لجنه مهما حصل ومهما كان فيها افراد معينين مش هيبقى مرضي لكل الناس، لكن انا شايف دلوقتي ان الاولويه ان احنا يعني نطلع بمصر خطوه لقدام. الفترة الانتقالية مش عايزينها تتمط، عشان كل لما الفترة الانتقالية هتطول ممكن تحصل فيها مشاكل، ومش هنعرف نخرج من الفترة الانتقالية إلا لو مسألة الدستور انتهت ووصلنا للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية. التحدي الكبير دلوقتي قصاد لجنة الدستور إن هي فعلا تخرج دستور يليق بمصر في الفترة الصغيرة اللي هي المتاحة ليها وهي شهرين، فعشان كده يعني يجب أن يكون البحث عن التوافق هو الأساس، عشان إحنا ممكن نقعد في خلافات يعني لا تنتهي. في دول زي تونس بدأت بالدستور أولا وما وصلتش حتى لغايه دلوقتي للدستور. احنا كنا بنقول الدستور اولا من قبل يعني ما نوصل للمشهد اللي احنا فيه ده، لكن قدامنا فرصه دلوقتي نصلح الخطا اللي حصل في الفتره الانتقاليه، قدامنا فرصه ان احنا نعمل دستور يبقى معبر عن يعني اغلب المصريين. بالنسبه لي اهم اولويات في الدستور جاي اللي انا مستنيها يعني التاكيد على مدنيه الدوله بشكل صريح، بحيث نظبط العلاقه ما بين السياسه والدين ولا تتكرر الاخطاء اللي كانت موجوده قبل كده اللي مارستها الاحزاب الدينية. المسألة الثانية يعني مسألة العدالة الاجتماعية، يعني يجب أن يكون هناك نصوص واضحة في الدستور تتحدث عن العدالة الاجتماعية. المسألة الثالثة مسألة العدالة الانتقالية، احنا لغاية دلوقتي كل المحاكمات اللي تمت سواء اللي تمت لنظام مبارك أو هتتم لنظام الإخوان مفيش معيار واحد بيحكم هذه المحاكمات، وأي بلد بتمر بثورة يجب أن تعقبها عدالة انتقالية عشان نزير الركام ونحاسب نظام مبارك ونحاسب نظام الإخوان وما يبقاش في حالة الطار الموجودة في المجتمع دلوقتي. فمسألة العدالة الانتقالية مهمة جدا في الدستور الجديد. أيضا تمثيل المرأة وفكرة الناس اللي بتعترض على قصة الكوتا، لا أنا شايف إن احنا في لحظة استثنائية المرأة مهمشة فيها تماما، وإن احنا لو رهننا إن المجتمع يعني يقدم المرأة أو يمكنها سياسيا ده مش هيحصل نظرا للظروف الثقافية والفكرية السائدة في مصر. فأنا شايف إن احنا نعمل استثناء للمرأة حتى الفترة الانتقالية لمدة 10 سنين يبقى فيه نسبة أو كوتا للمرأة في البرلمان القادم. أيضا من المسائل المهمة يعني منتظرها في الدستور نظام الحكم ومسألة الفصل الواضح ما بين السلطات. احنا شفنا في الدستور اللي فات حالة عدم التوازن اللي كانت موجودة وصلاحيات رئيس الجمهورية، فأعتقد احنا يعني بنبحث عن نظام شبه رئاسي تتوزع فيه السلطات بلا تنافر وبلا تعارض. في مسؤولية كبيرة جدا على لجنة الخمسين، أتمنى ان هي لا تخذل الشعب المصري. المسألة الثانية اللي انا شايف ان هي مهمة هي الحرب على الإرهاب الموجودة دلوقتي. انا شايف ان احنا يعني كلنا يعني ايد واحدة ضد الإرهاب، لكن في نفس الوقت يجب ان نراعي الا تنتهك حريات او يعني نتخطى حقوق الإنسان. يجب ان نحارب الإرهاب لكن نحترم حقوق الإنسان، ولا تعارض ما بين يعني الامر ليس حدي اما ده او ده، يجب يعني ان نسير بالتوازي. ما يحدث في سيناء هو حرب استنزاف حقيقية يعني يواجهها الجيش المصري، لكن هي للأسف حرب لابد منها. سيناء تعرضت لتهميش كبير فترة طويلة وأهلها دفعوا ثمن وما زالوا يدفعوا ثمن الحرب على الإرهاب، فأتمنى أن يعني مصر تنتصر في الحرب على الإرهاب وسيناء فعلا يعني يبقى تحرير تاني لسيناء، ونبدأ بقى يعني نشر الأمن والاستقرار في سيناء عن طريق التنمية وعن طريق أن احنا نعيد روح الانتماء لمواطنين المصريين في سيناء. أيضا مسألة المواطنة حصل فيها شرخ كبير الفترة اللي فاتت بسبب الحديث الطائفي وبسبب يعني ممارسات التيارات الدينية، ده برضو محتاج يعني يرجع تاني يعني يحصل فيه التئام. رغم شايف ان قرار الجمهوري اللي صدر ان لا تقوم اي احزاب على اساس ديني، هل حضرتك توافق على هذا القرار ام لا توافق؟ يعني هذا القرار هو قرار يعني كلنا طالبنا به، لكن هو لا يكفي ان يكون قرار، يجب ان يكون هناك يعني كما اكدت ماده واضحه تؤكد على مدنيه الدوله وتضبط العلاقه بين السياسه والدين، وتحت دوت هيجي منع الاحزاب على اساس دينيه، منع استغلال الدين في السياسه، منع استخدام الشعارات الدينيه، لان يعني اللي حدث ده لم يسيء حتى الى الكيانات التي مارست اساء للدين. لا
نفسه. موجود في الدستور بالضبط، يعني ما ليس هناك ما يمنع في الدستور. لا بس يعني لم تكن هناك مواد حازمة تعرف ما هي مدنية الدولة، ويعني فكرة ضبط العلاقة بين الدين والسياسة. لابد لان احنا لو دخلنا عملية سياسية جديدة بنفس التراث اللي فات مش هنوصل لأي حاجة. اخر حاجة عايز اقولها، يعني رغم الحالة اللي مصر موجودة فيها وهي تبدو يعني شديدة الانقسام، لكن انا يعني مؤمن ان هذا الشعب يعني سيستعيد وحدته، سيطرد يعني كل من حاول ان يعبث في مسألة الامن القومي او في مسألة وحدة المصريين. في جراحات كتير وفي ناس كتير اصيبت وفي ناس كتير استشهدت، لكن في الاخر ان شاء الله طبعا وبنتهز الفرصه دي وبعزي يعني كل اسره مصريه فقدت ابن، سواء هذا كان ابن مدني او ابن عسكري او جندي من جنودنا في سيناء او جندي من جنود الداخليه او ضابط من ضباط الداخليه، كلهم مصريين وكل الدم المصري حرام.